المقبس الكهربائي هو مأخذ للتيار الكهربائي الذي نقوم من خلاله بتوصيل مختلف الأجهزة الكهربائية المنزلية. وعندما نتحدث عن المقبس الكهربائي فلا بد أن نشير إلى أن هنالك علاقة وثيقة بينه وبين القابس الكهربائي الذي يلائمه أو يتوافق معه حسب بلد الصنع أو النظام الكهربائي المعتمد من طرف الشركة الصانعة له. في العادة يرمز للمقبس الكهربائي في الرسوم البيانية بقوسين مغلقين على نفسيهما ويضاف إليه مربط الأرضي، لكن ذلك غير ضروري في مجمل الرسوم التوضيحية. المقبس الكهربائي يتكون على العموم من ثلاث مرابط توصيل خاصة بالأسلاك. المربط الأول للسلك الحار أو الطور أو الموجب. المربط الثاني للسلك البارد أو النوتر أو السالب. المربط الثالث للسلك الأرضي. يستحسن عند تركيب المقبس الكهربائي اختيار الألوان التالية: الأحمر للسلك الحار أو الطور أو الموجب، الأزرق للسلك البارد أو النوتر أو السالب، الأصفر أو الأخضر أو كلاهما للسلك الأرضي. حجم السلك الآمن الذي يجب استعماله عند توصيل المقبس هو 2.5 ملم، ويسمح أحياناً باستعمال سلك حجم 1.5 ملم، لكن ذلك يجب أن يكون موجهاً لبعض الأجهزة التي لا تتطلب شدة تيار كبيرة في التشغيل كالتلفاز أو المراوح أو الأجهزة الإلكترونية المنزلية. لا بد من تركيب كل المقابس الكهربائية على الشكل الموضح في الصورة، وهو بالأساس يعتمد على أن الأرضي دائما يكون في الأعلى. يستحسن ترك مسافة لا تقل عن 1.81 متر عن أي مكان يصدر أو تتجمع فيه المياه أو الحرارة عن المقبس الكهربائي. لا بد من رفع كل أماكن المقابس الكهربائية عن الأرض بقيمة لا تقل عن 25 سنتيمتر. بالنسبة لقيمة القواطع التي يجب استعمالها في لوحة توزيع الكهرباء المنزلية والتي يجب ربطها مع المقبس الكهربائي هي كالتالي: داخل غرفة النوم أو غرفة الضيوف يستحسن اختيار قيمة القاطع 16 أمبير. داخل المطبخ يستحسن اختيار قيمة القاطع 16 أمبير للثلاجة و20 أمبير للغسالة الأوتوماتيكية وسخان الماء الكهربائي. بالنسبة لجهاز الموقد الكهربائي أو جهاز كهربائي يحول الطاقة الكهربائية لا حرارة نستعمل قاطع 40 أمبير. في النهاية نطلب منكم دائما اختيار المقابس الكهربائية التي تعترف بها كل المرجعيات الدولية للجودة والأمان الخاصة بالصناعة الكهربائية. شكرا لكم وإلى اللقاء.